بارك الله فيك. ايضا سؤال الاخ ابو عبد الرحمن الثاني، كان يسال عن دور الانسان واقفا ثم يستنجي بالماء، هل هو اشبه بما يكون بفعل النصارى؟ النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في حديث حذيفه في الصحيحين اتى الى سباطه قوم، يعني مكان النفايات، فبال صلى الله عليه واله وسلم وهو قائم، فدل هذا على انه يجوز ان يبول الانسان قائما بشرطين: ان يامن من الا تنكشف عورته، والامر الثاني الا يرتد البول عليه، فاذا امن من هذين الامرين فيكون البول جائزا، لكن الافضل ان يبول وهو قاعد. لما؟ لان غالب احوال النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يبول قاعدا، لكن لو بال قائما فلا اشكال في ذلك اذا تحقق الشرطان. اما ما جاء عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول الا قاعدا، فهذا منتهى علمها رضي الله عنها، لكن حذيفه رضي الله عنه اخبر في موطن لم تره فيه عائشه، فدل هذا على الجواز اذا تحقق وتوفر الشرطان. ممتاز.